أحسن الله إليكم. نعود إلى الاتصالات ونأخذ اتصال أبو مشاري من الطائف. تفضل أخي أبو مشاري. السلام عليكم. عليكم السلام أخويا. وعليكم السلام. غنام نعم في 5/12 وحلت زكاته في 5/12 الشهر هذا اللي علينا، فما أدري المزكي ما يطلع إلا شهر 7، فما أدري متى أزكيها، هل أنتظر لحتى طلوع المزكي أو أزكيها الوقت الحاضر؟ إذا كان عندك أغنام تجب فيها الزكاة لأنها تبلغ النصاب وهي سائمة لأن ترعى الحول أو أكثره ولا تنفق عليها، فإنك تنتظر الساعي، ما دام يأتي ساعي تنتظر وتدفع له الزكاة. وأما إذا لم يكن هناك ساعي وحال عليها الحول فإنك تخرج زكاتها وتدفعها للمستحقين. نعم.